السلام عليكم. هلا. انا سيدي انا اسمي زهره العون. من نهار اللي طاحت الدار طاحت نهار الحد، طاحت في 10 الصباح، طاحوا الديور بثلاثه ماشي على وحده. ملي طاحوا دوك الديور انا يتخلعنا خرجنا عريانين. ملي خرجنا لبرا بقينا عاد الجيران 3 ايام وحنا دايعين عاد الجيران، حتى جاو داروا لينا ديك الساعه جاو داروا لينا الحديد، خلينا البيبان ما هذا، بقاو يطلعوا لينا من السطوحه وداو لينا حويجاتنا. احنا دابا داك البلاصه اللي رايبان انا دايره ليها حيط، هذيك البلاصه اللي رايبه دايره لها حيط، والجهه اللي بقات رانا ساكنه فيها. عطاونا قالوا لينا سيرو احنا غنعطيكم الكرة، وجدنا الوراق، عينا بالفلوس، عينا بالجريان، وجدوا هادي وجدوا هادي. خسرنا اكثر من شي عاب نياتي، خسروا عليا اكثر من مليون ولا جوج عاب بين الوراق وبين سير هنا وسير هنا وجي هنا. نهار اللي كريت عطاونا ديك العشرين كملوا لنا 6 شهور، قطعوا علينا الكرة. رجعتني البنت قالت لي تعالي سكني في دارك، ما عندك باش تخلصي الكرة، ما عندي باش نخلص لا كرة لا حتى حاجة. انا لا بغى معاونني على الحباب وهذا باش نهدى. وحنا دابا كان 5 سنين هذه وهما يقولوا لك راه حنا غنصاوبوا غنديروا اللي جات، يقول لك غادي ندير جاو ديروا الورقة الاولى، جينا درنا الورقة التالية، درنا الوراق، طلعنا عمرنا مريوعة بالوراق، حتى حاجة حتى حاجة ما كاينة. الله تبارك وتعالى يشوفوا فينا لوجه الله. انا داري ما عندي فين نمشي، ما عندي باش نكري، ما عندي باش نشري، ما عندي حد، عندي على البنات كل هذوك ربع البنات ما عندهم ما يديروا لي، وحده اللي خدام عندي وقرايم جوجات مزوجين، وديك الساعه اللي بغاو يديروه. وحنا عاد المخزن شوف هو واش غادي يدير، انا ما بيدي ما ندير، هما يديروا اللي بغاو. ما صخيش بداري، ما نمشي حتى البلاصه، راه ما عندي لا باش نكري لا باش نشري، داري خصني نبقى فيها وصافي. شوف هما جلاله الملك يكون معانا والمخزن هو اللي غادي يشوف من حالنا، الحكومه تشوف من حالنا، احنا ما عندنا ما نقولوا. احنا قاعدين وصافي، احنا ساكنين في يد الله، احنا مهدين دايما مهدين دابا. ما تنساوش تتابعونا في قناة اليوتيوب ديالنا وفعلوا خاصية الجرس باش يوصلكم كل جديد، ديروا شير الفيديو وبارتجوا الفيديو مع أصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي.